ماي 2014 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال ال 34 بيقول لي an electric current is passed through a coil of wire which diagram shows the shape of magnetic field produced. اقرا الكلمه دي in the middle of the coil, يعني الماجنتيك فيلد في الحته دي شكله عامل ازاي. تمام, تعالى نرسم الماجنتيك فيلد بتاع الكويل كليا الاول وبعدين نشوف يا ترى في الحته دي هيكون عامل ازاي. ده الكويل بتاعي يا جماعه, ده الكويل بتاعه. الماجنتيك فيلد بتاعه بيترسم ازاي؟ خط ستريت كده في النص, شكل بيضاوي كده من فوق وشكل بيضاوي تاني كده من تحت, والاقواس اللي بهذا الشكل. لو ركزت يا جماعه على جوه الكويل, المنطقه اللي جوه الكويل, ما هو قال لك ان ذا ميدل اوف ذا كويل, بص الحته دي, بص الحته دي, شايف الحته اللي في النص دي يا جماعه؟ اهو شايف الحته دي. تمام, شايف يا جماعه الماجنتيك فيلد شكله ازاي؟ الماجنتيك فيلد عباره عن ستريت لاينز بارلل لبعض. تمام, في منتصف الكويل. هو ما سالكش على شكل الماجنتيك فيلد كله, هو قال لك شكل الماجنتيك فيلد في منتصف الكويل, in the middle of coil, هتلاقيه عبارة عن خطوط parallel لبعض. تمام, اقرأ السؤال تاني اهو, بيقولك ايه, which diagram shows the shape of the magnetic field produced in the middle of the coil. طبعا يا جماعة الإجابة هتكون A, ده لأن لو رسمنا الماجنتيك فيلد جوه الكويل هنا هنلاقي ان هو في النص هيكون straight lines parallel لبعض. دي إجابة هذا السؤال, يعتبر درس الماجنتيزم وبرضه يعتبر درس الإلكتريك موتور إلى حد ما.